السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مقطع جديد. اليوم مقطعنا حيكون لعبة عن لعبة أموغاس، ضافوا بالمودات بتطبيق المودات اللي أنا شارح عنه. أوه شباب طلعنا إحنا الفكرة شباب، هذا المود أنا سلندر مان، أنا هسه لازم ألحق الناس وأقتلهم أقتلهم. الله أكبر. مو ألو موت ألو إيش صار ألو ألو شباب، أنا سلندر لازم أقتل الكل. طبعا أنا من أقترب من يم الواحد شباب شو يصير الإضاءة يمه تقل. هسه شوفون لما أصير محقق، هسه أنا شنو شباب على فكرة، أنا هسه سلندر مان لازم أقعد أشفط أشفط لي الناس كليتهم، أشفتهم كليتهم من دون رحمة ولا إحساس. أدري يوسف هلا والله، شوف شفتهم كليتهم، ليتس جو هسه نذبحهم كليتهم. يلا لو لازم انتهي الماب، انتهى الماب ليتس جو. فز ثاني طبعا ماكم علاقه خسرت انا فز طبعا شباب، ماكم علاقه بها ليتس جو. هاي فكره شباب، فكره سلندر مان، بس شنو بيها شويه بيها شغلات حلوه. اذا انت كنت مو سلندر مان وهسه حال ما يبدي هذا، شنو لما نقترب منك سلندر مان ينزل الضوء ويعني شلون الرعب وهيك شيء، فشغله حلوه. لازم انت تكمل المهمات على يلا تنتصر على سلندر مان. متلحق حضوري متلحق يقول لك متلحق. اوكي راح نبدي ليتس جو ليتس جو. طبعا بالصدفه حظي حظ الارض اللي طلعت انا سلندر مان. ليتس جو يلا 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 يلا. الله اكبر شباب، ذا التاخير المال ام داعي، هذا التاخير المال ام داعي، هذا التاخير اللي الله يحرمنا منه. شوف هسه انا كرومايت عادي، ما 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 بي شيء. هسه لازم انا شنو اشرد من سلندر مان، الله يستر لي وجهه. متت بعدني ما بدينا يا ابويا، على كيفك على كيفك يا هو. شوف ساعة يا أخي، شوف ساعة الله أخي، شوفوا هذا شو هذا الجو. بس كتني بعد أنا ميت، شوف اسمي ديفكت وعلي مثل الروح، يعني أنا متت خلاص. يلا ألو شو يسوي هذا سلندر، يا سلندر ألو لاك ألو حوله. يا الله وش ذا شباب يا أخي، المفروض يشوف شغلات جميع مالكم علاقة باللي طلع. نبدأ من جديد ونرجع لكم. أوكي شباب راح نبدأ راح نبدأ ليتس جو ليتس جو. هاي الانتظار اللي الله يحرمنا منه. ليتس جو شباب، وأخيرا بعد 100,000 ساعة تحرك تحرك تحرك. اشد 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 من سلندر تكفى يا اخي. اشد اشد شفت شباب الاضاءة نزلت، يعني سلندر وراي سلندر وراي. الله يستر الله يستر. شوف الاضاءة زينة الحمد لله، خل نروح نتقرب بس نتقرب بس نتقرب. المشكلة انا مليقليق. اشد شباب الاضاءة 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 الاضاءة. الو 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 هذا وين هذا وين مصفي هذا. اشد اشد جيجي جيجي رسميا. بعدت بعدت بعدت. اوشت اوشت فوصلت الفكرة شباب، يعني هي هاي الفكرة. طبعا انصدوا كل اصحابي الا اني بقى اعتقد، فهيعمل مني شاورما. اوكي مثل ما شايفين يعني شباب، طبعا لازم الانترنت شوي بيحظ لانه اذا هنا انترنت قوي جي جيكم شكل. اقول لك انترنت انا عندك. اوكي اوش اخترعت الله ياخذك يا كلب. اوشت 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 اجاني 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 اجاني. راح 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 راح. طبعا رفضان يسوي مهمات بس قاعد اطربق بس زي الحصان، لانه مستحيل. الله يخفكم يا كلاب الله يخفكم يا كلاب. ما الاوقف مستحيل، فخلنا قاعد نطربق احسن لنا. طيب هذا وراي بعده. او شيت هذا دي يركض ايش بيه. طبعا هاي شباب ميت وكأنما ما موجود، هو ميت. اوكي اوكي فيا شباب وصلت الفكره وشارح عن الطريقه هواي. تحمل التطبيق الموجود بالوصف من سوق بلاي، تحمله وتفتح بس ودوس بلاي، بعدين ادخل. انا شرح هواي طريقه هواي شرحها، وراح اخلي لكم رابط الفيديو موجود بالوصف اللي انا شارح بيه. ان شاء الله ما يكمشني هذا سلندر ويدينا على فاية. خلينا نسوي والله مهمه او لا لا لا، خلينا نروح نفتر بعد نفتر. اوكي بس يعني شباب فكرته شويه حلوه، هو ما بي فكره الواو بي فكره حلوه، بس يعني شويه تغيير يعني مو جديد. وهاي قلنا نسوي عليه فيديو. اوكي ليتس جو ليتس جو. خلينا نمشي والله ما ادري ايش ذا اسوي. وين هذا سلندر مان؟ وينك؟ والله اتحسبني خايف منك، والله ما خايف. هو مثلا ايش دا يسوي يا حبيبي؟ سوي شيء. انا طبعا شباب بس انا بقيت، انا وهذا صاحبنا. انا بس انا ما اسوي مهمات، بس هذا الفرق. اوكي، ان شاء الله ما يجينا، ان شاء الله ما يجينا، ان شاء الله ما يجينا. كتلاف هنا، الله يستر، 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 الله يستر. وين سلندر؟ جيجي 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 جيجي. شباب وراي وراي وراي، الدليل انه الاضاءة نقصت، وراي. شوف خليكتني خلاص. كتني جي جي. اوكي يا شباب لنا صنعت مقطعتين استنتعت خلي لايك واشترك وخلاص مرتك فعز الجرس وبس مع السلامة.